بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد يتأثر بالأوضاع، يعني الأوضاع تعمل البلد كله. الناحية الاقتصادية تأثرت بأسعار النفط، والتجارة أكيد تأثر بالأسعار، انخفاض وصعود الأسعار، وفترة طويلة ظل سعر الدولار متذبذب صاعد ونازل، فأكيد تأثر على المستوردين. المستهلك أكيد يتأثر، لأن يعني يشوف سعر مو ثابت فما يشتري يعني، والرواتب تأخرت فترة طويلة للموظفين، وصار بعد تقريبا حجز أموال العراق ثلاثة أرباع يروح للموظفين الكبار بين وزراء ومسؤولين كبار، فالنقد قليل فيأثر على الشراء وعلى السعر تأثير كبير ما بيه، يعني ما بينت عندنا في الشيء، لأن حركة التجارة ضعيفة، من أصل حركة قوية فيصير صعود السعر ويصير يعني تذبذب بالأسعار، لأن حركة التجارة ضعيفة فما تأثر، فد شيء بسيط يعني جدا. بالنسبة للوضع الاقتصادي للوطن والمواطنين، الوضع احنا كلش متأثرين به، لأن بالنسبة لرواتب الموظفين قلت، وقسم المتعاقدين رضوا عقودهم، سلف المواطنين ماكو سلف مواطنين، المقاولين ما قاعد يستلمون حصصهم اللي هم مستحقيها، هاي كلها تأثر على السوق. يعني اللي كان يشتري بكثرة وكلها عسفت عن الشراء، بعدين الوضع الاقتصادي والفساد اللي موجود بالدولة كلش هو. احنا مو ارتفاع بالاسعار، احنا بالنسبه انه صار انخفاض على مود المشتري، الزبون يجي ما قاعد يجي زبون، لان الوضع الاقتصادي للفرد العراقي هبط، يعني من 60% هبط، مو 50 لو 60% هبط الوضع الاقتصادي، الدخل مالته اول شيء تغير. زين الشركات الثانيه مثلا الشركات الاتصالات زودت اسعار الفواتير، هم رجعت علينا بالضرر على المحلات والاسواق التجاريه اللي بالنجف، والخدمات ماكو خدمات. وضع بالنسبه للنجف احنا وضعنا صارنا من دخول الموصل لحد الان، من سقوط الموصل لحد الان النجف مغلقه على المواطنين، بس على الدوائر الدوله وعلى دخول العجلات فقط، فلذلك المواطن يعزف عن دخول المدينه القديمه، لان المدينه القديمه مغلقه. هذا اللي كل الوضع اللي احنا متأزمين به. قليلة، يعني كنا نطلع راتب يعني وارد أكثر من هسه، هيك وارد هسه حاليا الناس قامت تجي على المحلات قليلة، تدري مظاهرات هسه الرواتب ماكو قليلة، يعني من يجي المشتري يريد يشتري حاجة ما عنده فد شي وارد قوي يخليه يشتري ملابس أو أشياء الغيرة، فإحنا هسه حاليا كلش مدمرين، وحتى يعني الصانع اللي يجي يشتغل بالمحل ما ياخذ راتب. الاقتصاد الشريان الابهر للبلد، المؤسسه الغذائيه لكافه الشرائح الاجتماعيه هو الاقتصاد، ونحن نعتب على الدوله عتاب شديد بما فيها الساده المسؤولين والساده وزير الاقتصاد، السيد رئيس الوزراء، يعني احنا نريد من المسؤول ان ينزل شخصيا يسال من الشارع او يجي الى صاحب الدكان او المجدر يقول له ما الذي حل بك؟ ما الذي صانع بك؟ انت مطلوب تطلب، اذا تطلب ليش؟ اذا مطلوب ليش؟ قاعد ايجار ليش؟ ملكك يكفيك المصرف؟ لانه اليوم الدوله هي الاب الراعيه للشعب بكافه شرائحه، فالدوله عندما يكون فيها تلكؤ معين او فت قضيه سياسيه يختلف عليها السياسيون يقف الاقتصاد، فالمواطن لن ينهض بوحده. لاحظ هذه المشاريع الموجودة الآن في هذه المحافظة، المشاريع السياحية، المشاريع الاقتصادية، المولات التي عملت في البلد، هذه كلها تحتاج إلى ممول اقتصادي، تحتاج إلى مادة لكي تسير وتنهض بقوة، تقوم تبعث التسهيلات للزبون وصاحب المجدر أو صاحب المحل لا يمكن أن يقف في حاله إلا مع الدولة.
اهلا وسهلا بكم احبتي مشاهدي ومتابعي قناه الرشيد الفضائيه في تغطيه خاصه. اليوم الشرطه المجتمعيه في وزاره الداخليه العراقيه ارتأت ان تعمل كرنفال جماهيري شبابي لكافه الفئات العمريه، ماراثون لنركض او لنتظاهر بسلام من اجل العراق. مدى هذه الفكره استحصلت من قبل الشرطه المجتمعيه للنهوض بحق وثقافة التظاهرات التي اعتاد عليها المواطنون اليوم، وأصبحت يوم الجمعة هي اليوم الرسمي للتظاهر من أجل الفساد الإداري والنهوض بالواقع الحضاري العراقي أو الأرث العراقي لتلحق التظاهر السلمي. معنا اليوم سفير الطفولة الأستاذ هاشم سلمان، لنأخذ منك لقاء صغير حول هذا الكرنفال أو هذا الماراثون. بالحقيقة اليوم الشرطة المجتمعية قامت هذا الماراثون يعني انتقادا لبعض التظاهرات اللي بيها تصير ظواهر سلبية، كسر الكاميرا، ضرب الشرطة، الحرس اللي هم حماية لهم، هؤلاء المندسين النفر الضال اللي يكون مندسين المتظاهرة حتى لا يضيع حقنا ولا يضيع حقهم. احنا عندنا حق نطلبه، 1 2 3، بدون سب، بدون شتم، بدون رفع شعارات، بدون اليوم هذه تظاهرة، هي متظاهرة ماراثون ضد هذه الأمور. نعم. حتى لا تصير هذا. حتى اليوم احنا كمكتب سفير الطفل العراقي ومؤسسة سفير الطفولة، اليوم احنا ما قدرنا ناخذ الأطفال إلى ساحة التحرير، طالبون الأطفال بالخروج، الأطفال الأيتام طالبون بالخروج. عندهم مطالب؟ مطالب عندهم مطالب هواية كثير. أبرز هذه المطالب؟ مطالبهم نريد احنا تفعيل سفارة الطفل العراقي. الطفل من يصير عنده مشكلة ما يقدر يوصل رئيس وزراء، ما يقدر، بالمناسبة مو هو ما يقدر يوصل، أنا 3 أشهر اللي وصلت إلى وزير وجيراني. جيران مكتبي 3 أشهر. نعم. زين هذا الطفل اليتيم اللي عنده مشكله وين يجي الي؟ فاذا انا ما اقدر اوصل، ابسط شغله ما اقدر اوصل للوزير ولا البرلماني، انا يعني بس اقول للطفل انا اوصلك لرب العالمين، اوصلك الى اي شخصيه الله سبحانه وتعالى منزهه اوصلك اياها وتوصلها، بس ما تقول لي برلماني، لا تقول لي وزير. فاريد تفعيل مكتب سفير الطفل العراقي ياخذ، محتاجين الى لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حتى نفض مساله الطفل ومشاكل الطفل على عاتقي. استاذ هاشم، اليوم كاميرا قناه الرشيد الفضائيه تتجول في كافه انحاء العراق. نعم. هذه اليوم شنو اللي تعبر عن رايك او اللي توصله للسيد المسؤول او السيد رئيس الوزراء عبر مايك الرشيد؟ اولا اشكر قناه الرشيد، القناه العائله العراقيه، قناه من المتابعه من متابعيها، وانا من الناس متابعيها لانها شامله وتنطي الحقائق اول باول واخبارها وكل الامور، وحتى في رمضان احنا نتابع الرشيد. هاي وحده، وانا فرحان اليوم انه وصل يعني صوتي من هذا المنبر. نطلب لقاء مع السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، لقاء لان احنا ما نريد الاطفال يطلعون ويهوسون ويصيحون ويصرخون كل ما مخاطرهم ونقلهم الان مطالب، وبعدين ننقلهم الان. ترى بالمناسبه نعطيك خبر يعني حيل، يلا ثق كل اللي رقلوا بهاي المظاهره هي دعوه الايتام. اكيد انا اول باول، واكو امور راح يعني افضح لكم اياها، دعوا سووا امر طبقوا السماء والقاع، فخلونا ندعي. الان العراق محتاج الى رجل مخلص وليس مخلص. مخلص. الآن بتفويض من المرجعية الرشيدة وتفويض من الشعب إلى الدكتور حيدر العبادي، الآن سير وإحنا خلفك، نطلب مقابلة باسم أطفال العراق، نحن سفير الطفل العراقي إلى رئيس الوزراء، وإن شاء الله مشاكل الطفولة محلولة وأنا أتحملها، والله شاهد على ما أقول. دوركم اليوم بهذا الماراثون؟ الماراثون إحنا طلعنا ننتقد التظاهرات اللي بيها بعض السلبيات، ما نريد الشباب يكسر، أنت من كسرت إحنا المسؤول اللي هو يعني سيء أو فراح يطلع، راح تبقى الكاميرات ويبقى هذا ليش نكسره؟ ليش نكسر الكامل؟ نكسر الجامع؟ الجامع من يجيبه بعد؟ دعوة إلى ثقافة التظاهر. إحنا أهل الحضارة، إحنا أهل أول تظاهرة بالعالم هي السومريين، إحنا ترى إحنا أهل هذا فريد حتى لا يروح حقنا. حياك الله ساحر. حياك وبياك، إن شاء الله نوعدك خير بأن صوتك سوف يصل عبر كاميرا الرشيد الفضائية إلى دولة رئيس الوزراء. ابقوا معنا احبتي مشاهدي قناه الرشيد الفضائيه، والتغطيه لا زالت مستمره معكم، نتجول.
مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، معنا الآن مدرب منتخب الوطني لألعاب القوى. اليوم مشاركتكم حول ماراثون الثقافة أو التظاهر بالسلام من أجل العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة احنا دائما كلجنة بارالمبية وطنية عراقية وترعى رياضة المعاقين، أهدافنا في جعل هؤلاء الشباب والأبطال ضمن هذا المجتمع، ضمن المجتمع العراقي. نحن دائما نطمح من أجل أن تكون هذه المظاهرات بشكل سلمي وبشكل عفوي ولا تسيس لأي اتجاهات أخرى. نحن حقيقة من أجل هذه الرياضة ومن أجل العراق نتظاهر بسلام لنرفع راية السلام وراية العراق دائما. كم عدد المشاركين من المنتخب اليوم؟ احنا المشاركين 6 رياضيين. نعم. مع اداريين ومدربين ان شاء الله. ابرز المشاركين الشباب؟ عباس لاعب منتخب وطني وبطل العالم ايضا. اهلا وسهلا بك عباس. سهل. البطل العالم بيوم بطوله مال اسيا، بطوله اسيا يا سنه يا عام 2014 حصلت على المركز الاول. اولي بالركض له. بالركضي. نعم. وين صارت بيا ولا بالكوريا؟ كوريا. اليوم انت تتظاهر وتركض من اجل العراق او تتظاهر بسلام من اجل العراق، شنو شعورك اليوم؟ ان شاء الله شعور ان شاء الله نركض لاجل مظاهرات. يسلمك ويوفقك ربي ويحفظك ان شاء الله. الكابتن علي عدنان. علي عدنان شاب لاعب منتخب وطني شباب. اهلا وسهلا بك. اليوم مشاركتك ايش تحب توصل رساله للعالم او للعراقيين بصوره عامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أوجه هذه الركضة لعكس المظاهرات السلمية في لإصلاح البلد والفساد. الله يبارك فيك. عندك مطالب اليوم تتظاهر من أجلها؟ أكيد أكيد عندنا مطالب، كل الشعب عنده مطالب. أبرز هذه المطالب اللي تريدها؟ إخراج الفساد إن شاء الله. أول مطلب الإصلاحات الأخيرة. الإصلاحات إن شاء الله. كابتن من بعد ويانا؟ والله كثير من العالمين. علي عبا علي علي السلام عليكم. السلام عليكم. انت تركض؟ اي لاعب منتخب وطني. اهلا وسهلا بك. ابرز البطولات اللي حققتها؟ بهولندا بطوله عالم اي واتس. جيد. أي. يعني بطل عالم؟ اي ان شاء الله. بجد كم متر؟ 400 متر. جبت الاول؟ اول. كابتن اليوم الرياضي العراقي له مطالب خاصه في ورقه الاصلاح؟ اكيد طبعا. مطالبكم هذه؟ والله حقيقه قبل مطالبنا كمجتمع رياضي اكاديمي او غير اكاديمي كانديه ومؤسسات تابعه لوزاره الشباب او اللجنه البارالمبيه او اللجنه الوطنيه، الحقيقه الشعب يبحث عن الخدمات ويبحث عن الامان ويبحث عن طرد الفاسدين الذين سببوا الماساه لهذا البلد والويلات طبعا. والمشكلة حقيقة اكو سياسيين مع الأسف سبب كبير في هذه الأمور كلها جميعا. هذه أهم مطالبكم؟ والله مطالبنا من جانب الرياضة يعني. من جانب الرياضي أكيد احنا نهدف أن تكون لدينا مؤسسات وملاعب ومنشآت حيوية يعني توازي ما موجود في الخليج العربي وفي دول العالم حتى ننهض بالرياضة إلى مستوى الإنجاز. وإحنا العراقيين يعني نحفل بكثير من الأبطال والرياضيين يستحقون التقدير والاحترام وتحقيق إمكانيات. كابتن اليوم المعاق العراقي أو ذوي الاحتياج الخاص. نعم. أو ذوي الإعاقة الخاصة. هموم كثيرة لهم، ممكن تقدر تنقلها عبر شاشة قناة الرشيد الفضائية إلى المسؤولين؟ والله أتشرف بهذه القناة اللي هي قناة العراقيين. حقيقة الكثير من المعاناة المعاقين يحتاجون إلى رعاية خاصة من الرعاية الاجتماعية، من توفير الاحتياجات الخاصة لهم. كثير من المعاقين لا يمتلك عربة يعني حقيقة الويتشير يمكن أن يذهب ويتسوق بها ويروح ويرجع، يعني احتياجات خاصة عديدة. يعني لو نقارن ما موجود في دول العالم ودول الخليج نجد أن احنا متخلفين جداً. يعني حتى المكفوفين موجود طرق خاصة لهم في الشوارع، احنا هسه مع الأسف شوارعنا أصلا هي لا تصلح أن يمشي بها السيارة أو الإنسان العادي وليس المعاق. فكثير من المعاناة نعانيها، احتياجاتهم من مستلزمات طبية ومعدات مفقودة وغير متوفرة، الرعاية الاجتماعية كأنها رعاية وهمية وليس رعاية حقيقية. فيحتاج هذا المعاق ويحتاج من يعمل من أجل هذا المعاق أن يقدم الخدمات الكثيرة وأن يقف، لأن هذا حقيقة احنا مع الأسف بسبب التفجيرات الإرهابية والأعمال الإرهابية والحروب التي خاضها الشعب العراقي لدينا أكثر من 3.5 مليون معاق. هؤلاء من لهم؟ من يرعاهم؟ من يهتم بهم؟ هذه إحصائية مثبتة؟ نعم، حتى على مستوى أمم المتحدة هذا موجود، هذه إحصائية. شكرا.
شكرا جزيلا لك كابتن. شرف بك. نتجول احنا وكاميرتنا نشوف مجموعه كبيره من الفنانين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمي سعد الجبار الشرقاوي؟ حبيبي. لك اليوم لنتظاهر بسلام من اجل العراق، شنو الدافع اللي جابك لهنا اليوم؟ والله دافع وطني طبعا، يعني احنا هذا العراق عراقنا. نعم. يعني احنا من نتحرك باي خطوه اي شيء يخدم بلدنا ويخلي القطار على السكه الصحيحه احنا طبعا معاه. نعم. بالتأكيد يعني الإنسان اللي يحب بلده لا يمكن أن يعمل ضد بلده. المظاهرات اللي تصير بالتأكيد هي غرضها إصلاح، مو هدفه هو إسقاط لا لشخص معين ولا لجهة معينة. إحنا اللي نتمنى أنه يصلح ما أفسد الدهر، يصلح ما أفسدوه بعض السياسيين بعض الجهات، لأنه عراقنا سفينة واحدة كليتنا إحنا ركابها. إذا انفقب بها أي مكان أو أي مكان يصبح بها عيب بالتأكيد راح ننظر كليتنا، وبالتالي ما ينفع الندم. الآن هو هذا عبارة عن جرس للجميع أنه لابد أنه نصلح هذه المسيرة، لأنه حتى هاي السفينة ترسب أمان، وإحنا في ظرف عصيب جدا حقيقة. يعني البلد يواجه أشرس هجمة لأعتى المجرمين بالكرة الأرضية هم داعش، لكن هذا لا يعفي أنه نتحدث عن الفساد ونشخص الفاسدين سواء كانت جهات معينة، لأنه الموضوع بصراحة يهمنا جميعا. هذه هي حقيقة احتجاجات أو مظاهرات بطريقة سلمية حضارية، وهذا ما نص عليه الدستور. الدستور مو احنا كتبنا، اكيد السياسيين هم اللي كتبوه. اكيد اكيد. وياك اليوم التظاهر من اجل العراق او التظاهر بسلام من اجل العراق، هناك ورقات اصلاح قدمها الفنان العراقي خصوصا انتم الرواد، ما هي ابرز المطالب اللي طالبتم بها؟ والله طبعا احنا اكو قضيه هامه جدا، هي قضيه التمويل الذاتي اللي عندنا نعاني من عنده، يعني من قبل 2003 لحد الان. يعني لازلنا يتعاملون ويانا بالتمويل الذاتي، وتعرف انت احنا سينما مسرح، ما عندنا دكان مال طماطه ولا نبيع ثلج ولا بنشرجيه. فهاي المشكله بصراحه دنعاني حتى على صعيد الرواتب والعناوين، هذه من اهم المطالب. شيء ثاني تحريك عمليه الانتاج، الفنان العراقي ما عنده مصدر اخر غير الدراما، وهي دراما مو شخصيه، الدراما هي ثقافه لبلد، وهو شريط يبقى دائما أهم من الكتاب حتى، لأن هذا كل ما طالت السنين ترجع إلى هذه الوثيقة الدرامية اللي هي تجي تسجل الواقع بسيئاته وإيجابياته وعاداته وتقاليده وفلكلوره وتاريخه. فهذه قضية هامة بعض السياسيين أو جل السياسيين حقيقة لا يدركونها. البلد لا يمكن في يوم من الأيام، أي بلد بالعالم لا يمكن أن يبنى بالسياسة فحسب. السياسة يعني رياضة، يعني ثقافة وفن، يعني أدب، يعني شعر، يعني علوم، يعني كل شيء بصراحة. لأنه هذه كل المعطيات هي معطيات حضارية دائما هي اللي تنهض بالبلد، ودائما هي هذه النخب هي في طليعة الناس اللي تتمنى البلدها كل الخير والتوفيق والنجاح. بيكم الخير والبركة. سلمك الله يخليك. شخصية فنية أخرى من يوم أمس هو بايت بالملعب حسب المعلومات اللي وصلتنا البارحة الساعة 3:30 الظهر، هو كان هنا ولحد الآن هو موجود. سلام عليكم أستاذ نيثم. وعليكم السلام. هذا سر طبعا، العصفورة قالت نيثم صالح بايت بالملعب من البارحة. لا والله، بس المعلومة اللي جت لي منك على أساس البارحة كانت. لا لا، أولا حضورك اليوم يزيد دافع معنوي لدى جيل الشباب والجيل الرياضي والفني، أيضا مجهود نخبة خيرة من الفنانين العراقيين في مهرجان أو كرنفال لنتظاهر بسلام
اليوم ما هي رسالتكم اللي توصلوها؟ أول شيء قبل كل شيء يعني هذا واجب، واجب وطني على كل مواطن عراقي أن يتظاهر بسلام. السلام ماكو أجمل منه حقيقة. إحنا هاي دعوة لكل الحكومة العراقية. إحنا مو ضد الحكومة العراقية ولا جايين لإسقاط الحكومة، إحنا جايين لإصلاح الحكومة. أكو فرق بين إسقاط وبين إصلاح. يجب أن يفهموا الشعب العراقي يريد إصلاح، تعب من كل اللي دي يصير من سرقات وفساد وكهرباء فإحنا جايين نصلحهم ونقف معاهم. يحبون يقفون معانا الشعب العراقي كله وياهم، يقولون لا احنا ضد الشعب، راح يشوفون الشعب ايش راح يسوي. يا اخوان احنا وياكم للاصلاح وليس للاسقاط. هاي رساله اتمنى الساسه العراقيين كلهم يعرفوها ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي قلبي. ست ميلاد سري، السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلونك؟ الفضائيه هلا وسهلا. الله يخليك. اليوم تواجدك في ملعب القوة الجوية لخوف كرنفال لنتظاهر بسلام من اجل العراق. اليوم الشرطة المجتمعية ابدت مبادرة حسنة حلوة لتثقيف المتظاهر العراقي. ان شاء الله نكون مجموعة، ما احب اقول تظاهر، نقول مجموعة جميلة من الفنانين والتشكيلين والرياضيين والشباب الحلوين اللي موجودين هنا، نقدم شيء يخدم البلد. واحنا هاي طلعتنا كل البلد انه يعني احنا ما نريد نغير لا رئيس وزراء ولا غيره، لكن نريد تصحيح للبرلمان او يلغى البرلمان، لانه البرلمان سقط العراق. فاحنا نريد شيء يخدم البلد، لانه البلد بدا يتراجع من سنوات كثيره، وصار عنده كبت وصار عنده خوف، لكن هسه الخوف انشال. خوفهم من الثوره اللي راح تصير. المفروض هسه يقدمون كل طلبات العراقيين، وهذا ابسط حق من حقوقه. انتم كفنانين اليوم، كنساء فنانات، ماذا قدمت؟ احنا كل شيء نقدم بدون مقابل. لا احنا نوصل ورقه الاصلاح، في اطار ورقه الاصلاح كفنانه عراقيه. انا دا اشتغل تمثيل وما اخذ فلوس، دا اطلع تظاهرات، دا اقدم مساعدات للحشد الشعبي، دا اروح للسبايكر، دا اروح مستشفيات، دا اقدم كل هذا لخدمه بلدي واخواني او مثل ما نقول لشيوخنا اللي الكبار اللي دا يروحون للحشد الشعبي، ونروح نشوفهم مصوبين بالمستشفيات. والحكومه قاعده وخاله رجل على رجل، بتكذب ما تقبل تروح تزور اي مستشفى من الحشد الشعبي وتكرمهم بشيء بسيط. هذا اقل شيء لازم تقدم الحكومه للشاب اللي دا يروح دا يضحي بروحه بدون مقابل. وهاي المقابر ترسة النجف زين وترسة الكرخ، وهم لا أبالي ولا يمهم زين. ليش أنت جاي تصلح بلد لو تخرب بلد وتبوك؟ هذا اللي أحب أقوله. رسالة تحبين توجهها عبر قناة الشعب، قناة رشيد الفضائية، وشنو رأيك؟ أقول تغطية الرشيد جميلة جدا بدون مبالغة، لأن أنا من متابعيها. تغطي كل الحالات، تدعم المواطن بكل الأشكال، تقدم برامج تفيد وتخدم المواطن العراقي صراحة، مو مثل باقي القنوات اللي تطلع أشياء ما بها فايدة أو معادة أو كذا. بس أنا أحب أوجه كلمة لرئاسة الجمهورية أو للرئيس الوزراء العبادي، كافي تعبنا لسنوات طويلة، وإذا انثور غضبنا مو هين. أستاذ زيد السلام عليكم. ويانا يلا. أحد أبطال الشرطة المجتمعية المقامين على هذه التظاهرة وهذه الكرنفال الماراثوني. اليوم دوركم دور مهم كوزارة الداخلية. اليوم هذه المبادرة اللي قمت بها، ممكن تتكلم لنا عن الخطة وعن الفكرة، شلون استحصلت لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية يعني الشكر الجزيل لقناة الرشيد ولحضرتك أستاذ رعد. تعرف أنه دور الشرطة المجتمعية هو دور أساسي في المجتمع. نعم. فشاهدنا هذه المظاهرات السلمية الحقيقية التي مبادرة من الشعب العراقي في ساحات التحرير وفي بقية الساحات في المحافظات، المطالبة بحقوقهم الموجودة، هذه الحقوق الشرعية الأصلية، الحقوق التي هي مبادرة حسنة. كما عرفتوا أنه بلاد الرافدين وسومر هي أصل الحضارة، وأول من أسس للمظاهرات فهم أكيد هم السومريين. تظاهروا تظاهرات سلمية. الآن نشاهد ساحة التحرير في كل جمعة، ساحات مليئة بالحب والإطمئنان، ونشاهد قواتنا الأمنية كيف تتعامل مع المتظاهرين.
كيف توزع قنان الماء وتوزع الأعلام وتوزع الورد على المتظاهرين، ولكن لاحظنا نحن كشرطة مجتمعية وهمومنا هو كيف نفصل هذه القضية. لاحظنا بعض المتظاهرين الأصوات النشازة التي ترفع هذه العلامات الغير صحيحة واللافتات الغير صحيحة المسيئة لحضارة وادي الرافدين. فاليوم هذه المبادرة أنه رفعنا شعار كما تعرف أستاذ رعد لنتظاهر بسلام. هذه الرسالة ليس فقط الشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية بادرت بإرسال هذه الرسالة إلى المتظاهرين من الشعب العراقي، وإنما شاركت كوكبة من الفنانين المعروفين والرياضيين والشعراء والأدباء والمتسابقين الرياضيين من اللجنة الأولمبية وغيرها، حبوا أن يشاركوا في هذا الكرنفال لإيصال هذه الرسالة إلى الأصوات النشازة الموجودة في ساحة التحرير. ونحن الآن نطالب ومن هذه القناة الحرة أن تكون المظاهرات سلمية وتصل حقوقنا بصورة صحيحة. قناة الرشيد ارتأت أن تكون السباقة دائما في تغطيتها للأحداث، وتوافقكم أول بأول من طرح الفكرة لحد هذه الآن، شو تحب توصل رسالة عبد الرشيد اليوم؟ طبعا يعني قناة الرشيد هي سباقة مثل ما تفضلت أستاذ رعد، والآن كان الكاهل الأول والأخير هو لقناة الرشيد لمبادرتها مع الشرطة المجتمعية بلم هذه الكوكبة من الفنانين والإعلاميين. بجهود حضرتك أستاذ رعد استطعنا الآن أن نرى عدد من الكاميرات والإعلاميين المشاركين ليصلوا هذه الرسالة عبر قناة الرشيد قناتكم الموقرة. شكرا جزيلا أستاذ زيد مبارك. شكرا جزيلا. ابقوا معنا والتغطية لا زالت مستمرة أحبتي مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، ابقوا معنا. رسالة أراد العراقيون أن يصلوها إلى العالم بأكمله، حق التظاهر مشروع وثقافة التظاهر. كما تشاهدون مواكب من سيارة البي أم، سيارات السنتافية، سيارات هونداي، سيارات كيا، جروبات شبابية أتت للتظاهر من أجل شعار لنتظاهر من أجل العراق بسلام. هذا الشعار الذي رفعه بعض المتظاهرون من فنانون وإعلاميون أرادوا إيصال رسالة للعالم أجمع بأن العراقي هو المثقف، هو الذي أول ما طالب ونهض بحق التظاهر من عصر السومريون ولحد هذا اليوم. كاميرا الرشيد معكم أول بأول لتغطية هذا الحدث، ابقوا معنا المشاهد مزيد من هذه الصور التي هي أمامكم الآن. نوصل رسالة للشعب العراقي بأنه إحنا شعب طيب ونستاهل كل الخير، وما نستاهل اللي دا يجرانا هذا كله إن شاء الله. الله يخليك. أقول للشعب العراقي العالم كله دا يباوع عليكم، خلينا نبين للعالم إحنا أغرق شعب بالعالم كله، وإن شاء الله نكون أرقى وإحنا أرقى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت التظاهر مشروع اليوم. صحيح. حبيت توصلوا الرسالة جروب السنتافيا. احنا اليوم. جروب السنتافيا جروب مستقل بس عن جميع الجهات ان شاء الله. ان شاء الله احنا جروب ما بيناتنا فرق لا سني ولا شيعي. أكيد. ان شاء الله احنا يعني ما بيناتنا فرق ان شاء الله. نوصل الفكرة ان شاء الله للنازحين، وحب نقدم لهم ان شاء الله كل تضحيات ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. ان شاء الله دائما ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي. اليوم مهرجانكم هذا حبيت توصل رسالة كمواطن عراقي. والله احنا حبينا نكون تظاهرات سلمية. نعم. ما بها اي شعار طائفي، ما بها اي تجاوز. حبينا نوصل الفكرة بانه مظاهرات سلمية بالدرجة الاولى. اوكي. كمل مسيرتك وشكرا لك. السلام عليكم. قدم لي قدام شوية، شلونكم يا شباب؟ قلبي الحمد لله بخير الحمد لله. حبيت توصل رسالة اليوم جروب السنتافيا؟ حاولنا يعني نوصل رسالة من خلال فريق السنتافيا العراقي انه مظاهرات تكون سلمية، مظاهرة يعني حضارية تكون وثقافة اكثر يعني تكون وحفاظ على المجتمع وفريق السنتافيا معروف. استاذ مهدي السلام عليكم. وعليكم السلام. بكل مناسبة موجود مهدي. العراق خلينا العراق خلينا نجيب كل مكان ان شاء الله.
اليوم ايش حامل رساله وياك؟ انا اشكركم طبعا، اليوم احنا نحمل رساله نتظاهر بسلام، واحنا شعب نعلم العالم احنا نحب بلدنا، بس لكن استجابوا لنداء المتظاهرين للاصلاح، واحنا مع الدوله ومع الاصلاح، ونشكر جروب سنتافيا ونشكرك المشهدان البطل، وتحيه لقناه الرشيد، وهي بوسه لك، نتظاهر بسلام لغرض ناخذ حقوقنا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ. أحبتي المشاهدين، معنا المشرف العام على هذه الفعالية العميد خالد محنة. سيادة العميد، اليوم هذا المجهود الرائع اللي يبذل من قبل الشرطة المجتمعية ما هو إلا دليل واضح على الثقافة التي يمتلكها الشرطي العراقي في وزارة الداخلية. اليوم نحن في العراق، طبعا رجل الشرطة والمواطن هم حالة واحدة يمثلون الشعب العراقي. اليوم الشرطة المجتمعية قامت بكرنفال رائع يضم فعاليات متنوعة عديدة، منها ماراثون شبابي بمشاركة نخبة من الإعلاميين والفنانين والرياضيين ومن فئات الشعب من كل أطيافه، منظمات المجتمع المدني. الغاية من هذه التظاهرة هو محاولة تثقيف جمهورنا على أهمية تجذيب مظاهراتنا بالشكل الحضاري اللازم. حقيقة اليوم المظاهرات التي انطلقت للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب العراقي هي تظاهرات سلمية، نريد أن نشذب هذه المظاهرات الجوانب السلبية، نحاول نثقف حتى يتخلص منها جمهورنا الكريم قضايا الإيجابية، نحاول نأكد عليها، وهكذا شيوع هذه الثقافة مهم جدا بالنسبة لنا كمواطنين أولا بالدرجة الأولى ومنتسبي وزارة الداخلية. من الضروري أن يكون هنالك تفاعل بين أجهزة الأمن والمتظاهرين، هذه حالة حضارية. كذلك نحاول نخلص المظاهرات من بعض الجوانب السلبية التي قد تحصل، من ضمنها محاولة بعض المندسين حرف المظاهرات عن سلميتها وعن أهدافها الأساسية. حصلت هذه الحالة في الجمعة السابقة، كيف تم علاج هذه الحالة؟ احنا حقيقة التمسنا بعض الجوانب السلبية التي قد حصلت، لكنه نأمل من خلال شبابنا الواعي اليوم، جمهورنا الكريم الواعي، أن ينبذ هذه الظاهرة ويصير اتصال وتنسيق مشترك مع أجهزة الشرطة من أجل أن نشذب مظاهراتنا بالشكل اللائق الحضاري اللي يبين صورة ووجه العراق الناصع أمام العالم. تحب توجه رسالة عبر شاشة قناة الرشيد الفضائية إلى المتظاهرين الذين يتظاهرون؟ طبعا أنا أولا الشكر إلى قناتكم الموقرة التي هي صوت ناطق وداعم لمسيرة العراق ولشعب العراق من خلال قناتكم الكريمة. نوجه نداء إلى كافة الأخوة المشاركين بالتظاهرات، ومن أجل معرفة الجوانب الإيجابية وكذلك التعرف على الجوانب السلبية الكثيرة التي قد تحدث، من الضروري جدا أن يشارك المواطنين مع الأجهزة الأمنية في كشف المندسين وفي التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية، لأنه قلت لك الهدف هو واحد ومشترك، وهو النهوض بالعراق من مشاكله ومن العوائق والسلبيات الكثيرة التي رافقت العملية السياسية. اليوم الحكومة تقود حملة إصلاحات واسعة جدا وبمساندة الجماهير، نريد هذا الالتفاف الكبير حول حكومتنا الوطنية من أجل دعمها وتقويتها.
مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، لازلنا مستمرين معكم وهذه التغطية الخاصة عبر كاميرتكم كاميرا الرشيد. الماراثون هذه النتائج الأخيرة الآن تم التصويت عليها، تكريم الفائزين للرشيد، كانت حصة أيضا لاستلام كأس البطولة الرشيد التي بدأت رعاية هذا المهرجان مع التعاون مع الشرطة المستعمية في وزارة الداخلية. إنجاح هذا المؤتمر هو إنجاح لكم أنتم أيضا جمهور الرشيد. اليوم الكل تهتف يا عراق، اليوم الكل يتظاهر بسلام من أجل العراق. هذا التيشيرت الذي تم توزيعه سوف يرتدوه المتظاهرون الجمعة في ساحة التحرير من أجل تثقيف المواطن العراقي. والآن نختم حلقتنا معكم في برنامج تغطية خاصة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقي بكم في تغطية خاصة. إلى اللقاء.